بسؤالي لك سيد فلاح. سيد فلاح، لماذا وصفتم يعني وأيضا بعض القوى السياسية وصفت عمل المفوضية العليا للانتخابات بالإرباك والتخبط والملاحظات اللي سجلتوها عليها، وأيضا بعض القوى سجلتها عليها؟ يعني شنو الأسباب اللي تسجلون هذه الملاحظات؟ يعني لأن أنتم خصيتوا لو أكو بالفعل هناك تخبط وإرباك في عمل المفوضية. شكرا جزيلا، تحية لك سيدتي ولضيوفك الكرام والمشاهدي قناتكم الأكارم. ومسألة طبيعية أن يكون في كل تنافس هناك فائز وهناك خاسر، نعم، والكل يحتكم إلى القانون ويشخص السلبيات ويذهب وفق الأطر القانونية اللي رسمها إلى طريق القانون، وهو القانون في قانون، سواء في قانون الانتخابات أو الأطر في مفوضية الانتخابات. ما حصل في هذه الانتخابات حقيقة بعد تغير القانون وتغير المفوضية وتغير الأطر المفروض اللوجستية في إدارة الانتخابات، حقيقة ينبئ بخطر في قضية إدارة العملية الديمقراطية بالعراق. أكيد هناك من يشكك، وأكيد هناك من يستشكل، وأكيد هناك من يدرس الموضوع والنتائج بموضوعية مو بانتقائية أو بالذهاب إلى المجهول. المقدمات لم تكن طيبة في عمل المفوضية بإصدار الكثير من الأمور، منها اعتماد البطاقة البيومترية، ثم هناك الكثير من البطاقات التي لم توزع على المواطنين، وأيضا ما سمعناه وما عرفنا أن هناك عطل للأجهزة أكثر من 3000 جهاز. أعتقد هذا غير مقبول في قضية ديمقراطية فيها مصير بلد. إضافة إلى قضية أخرى وهي قضية التحكم وقضية عد وفرز أكثر عدد ممكن من الصناديق المحطات في مراكز الفرز الأولي. حقيقة النتائج الآن تنبئ بخطر، وزادت الأمور تعقيدا. المفوضية لم تعلن عن النتائج الأولية بمقدار معين، خلينا نقول 50-60-70% حتى تنطي انطباع، لأنه هي جاية تمشي بمراحل. بمراحل أعطت بمقدار كبير، وهناك كتل يعني عزفت أنغام الفرح ومرشحين أيضا، واليوم هناك تساقط لمرشحين كانوا فائزين بالأمس، اليوم بسبب تخبط المفوضية بقراراتها بوضعها. إضافة إلى أن هناك مخاوف، قيادات سياسية صرحت قبل أيام وقبل الانتخابات أن هناك تلاعب وهناك هكر وهناك ما إلى ذلك قد يتلاعب. يعني أنا سمعت تصريح للدكتور إياد علاوي مثلا، نعم، وأيضا اليوم أكو تلاعب بين ما مقدار المصوتين، نعم، مقدار المصوتين، أعداد المصوتين، نعم، في هذه المركز الانتخابي، نعم، وبين ما حصل عليه المرشحين، نعم، هناك تفاوت بالأرقام. حتى نذهب إلى الشفافية والإقناع للمواطنين، نعم، وأنه حقوقهم وأصواتهم وبلدهم محفوظ، نذهب إلى الشفافية وأن يكون العمل في وضح النهار. نعم. كيف يمكن ذلك؟ شيء. يمكن ذلك، أعتقد حتى ندخل بالجزئيات، يمكن ذلك من خلال العد والفرز بأعداد مقبولة ومحطات عشوائية، وأن يكون هناك تعاطي مقنع لكل الكتل السياسية. نعم. أعتقد هناك إجحاف بحق كتل وبحق مرشحين. نعم. وهناك أصوات رفعت، نعم، لاستحقاقات يمكن أن تؤخذ بنظر الاعتبار. نعم.